اتكلم عربي. Copyright ILI Heliopolis. درس واحد في عيادة الدكتور. صباح الخير. صباح النور. اسمك ايه من فضلك؟ انا اسمي احمد مرسي. اتفضل. واسمك ايه؟ اسمي حميدة فهمي. اتفضلي. شكرا. في البيت اسئلة. اهلا، ازيك يا محمد؟ كويس الحمد لله. وازيك انت يا مديحة؟ كويسة الحمد لله. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ هي اسمها ايه؟ هو اسمه ايه؟ ازيك يا محمد؟ كويس. وازيك يا مديحة؟ كويسة. هما فين؟ هما في عيادة الدكتور. هو مين؟ هو محمد. هي مين؟ هي مديحة. اهلا اهلا، انت ايه؟ انجليزي؟ ايوة انا انجليزي. اهلا وسهلا. درس 12. اهلا اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح النور. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اتفضلوا يا جارك. شكرا يا محسن، ما بشربش. شكرا. أهلا يا محسن. انت ازيك يا مها؟ وحشتيني. وانت هو. كمان انت فين؟ هي كنت تعبانة شوية. سلامتك. مين؟ الله يسلمك. ازيك انت يا ماهر؟ كنت فين؟ ازاي؟ في انجلترا. انبسطت؟ ايه؟ طبعا انبسطت قوي، لكن الجو كان وحش. وازاي الشغل؟ الشغل كتير قوي زي ما انت عارف. عيادة. وازاي الولاد يا ماما؟ كويسين الحمد لله. الاسم. تحبي تشربي ايه؟ حاجة سخنة؟ اتفضل. ولا حاجة ساقعة؟ شكرا حاجة ساقعة من فضلك. كويس يا ماهر. تحب تشرب ايه؟ شاي من فضلك. امريكاني. وتحبوا تاكلوا مصري؟ سندوتشات ولا كيك؟ شكرا انا لسه واكله، لكن انا جعان شويه. كيك من فضلك. عن اذنكم. درس 2. دقيقه واحده. في القاهره. ايه ده؟ اسئله. ده بيت. فريد بيحب التلفزيون. دي عربيه. لا ما بيحبش. سينما جنب البوسطه. بيحب يركب المطعم قدام السينما. لا ما بيحبش المدرسه ورا البنك. منى بتحب المزيكا. فضلك. أيوة. فين بنك مصر؟ بتحب المزيكا. بنك مصر في الشارع. بتحب ده بتحب تلعب تنس. مطعم جروبي فين؟ أيوة. على طول. والمطعم على الشمال. وسينما روكسي على اليمين. عزومة. أسئلة. ألو ألو. ساكن فين؟ تحب ساكن تشوف في مصر. سينما النهاردة فين في أيوة. مصر؟ ليه لا؟ زمالك. تحب تشوف أنهي فيلم؟ وانت ساكنة فين؟ فيلم حلو في سينما روكسي. ساكنة في مصر الجديدة. طيب فين في مصر الجديدة؟ الساعة 5 كويس؟ في شارع أيوة. إبراهيم. مع السلامة. نمرة 5. كلمات. كلمات. كان. ساكن. فرد. سكنة. لعب. من فضلك. انبطل. واحد. اتنين. تلاتة. سلامتك. اربعة. انتفين. خمسة. حلو. المطعم. تعبان. البنك. واحد. الشارع. زي ما النمرة. البيت. لسه واكل. الراجل. النادي. لا. العربية. التلفزيون. البوسطة. الكيك. السينما. الولد. المدرسة. الولاد. الجو. مصر البحر. الجديدة. المزيكا. القاهرة. العزوم. جنب. ورا. درس 13. على طول. على اللوكاندا. على اليمين. على الشمال. مساء الخير. مساء النور. عندك أوضة فاضية؟ درس 3 ولا سريرين؟ تاكسي يا تاكسي. سريرين وحمام من فضلك. أيوة. من فضلك في يا فندم. ممكن تقول لي المعهد البريطاني 5 جنيه. أسف. حضرتك عايز كام ليلة؟ تاكسي. يا تاكس. طيب ممكن الباسبور بتاعك رايح المعهد البريطاني. اتفضل. فين المعهد ده؟ يا محمد في شارع محمد. خد شنطة الأستاذ. لا طلعها النمرة 3. آسف أنا نازل البلد. لكن بعدين. تاكس يا تاكس. من فضلك الأوضة بتاعتنا مش كويسة. نازلة البلد. عايزين أوضة تانية. اتفضلي. ليه؟ في البلد. أيوة هنا كويس. الأوضة مش على البحر. أنت عايز كام من فضلك؟ لكن مفيش أوضة فاضية على البحر. عندك فكرة دي هلوشة قوي. أيوة مفيش مية سخنة والنور ما بيشتغلش. مع السلامة. دقيقة واحدة. أسئلة. يمكن في أوضة تانية. إعلان التحرير. اتفضل. لوكاندا هيلتون. المطار. الروم سيرفيس. هنا أوضة ثلاثة. فين؟ أيوة يا فندم. رايح المطار. عايزين فطار لو سمحت. عايز كام؟ قهوة ولا شاي؟ عايز قهوة فرنساوي. وبيض ولا جبنة بيضة؟ بيض. أيوة عايز. وعايزين فطار إمتى؟ لا ما أعرفش. الساعة 8. كلمات. أسئلة. ممكن تقولي الشقة المفروشة ممكن الجديدة؟ ممكن تقوليلي الشقة ما فيهاش حاجات كتير. رايح أوضة النوم ما فيهاش مرايات.
عارف. السفرة ما فيهاش كراسي كفاية. آسف. الصالون أيوة. ما فيهوش عفش كفاية. لا. المطبخ هنا ما فيهوش بوتاجاز. كام؟ الحمام مع السلامة. المعهد، المطار بتاعي، الميدان، الصابون، البلد بتاعه، التاكسي، الأوضة بتاعي، الأوضة بتاعتكم، اللوكاندا، الفكة. كلمات بريطاني طلع بتاع كفاية فاضي. درس أربعة. مفروش عندها إيه في شنطتها؟ الباسبور في جيبه. في إيه على الترابيزة؟ الإقبال. المساء. عندك سيجارة من فضلك؟ الحمام. عندك سيجارة من فضلك؟ الصابون. أيوة تفضل. الفطار. عندك كبريت؟ التاريخ. لا ما عنديش. طيب تفضل ولعتي. الرقم. أسئلة. العفش. عنده فلوس؟ الصالون. لا ما عندوش. المطبخ. عندها ألم في شنطتها؟ لا ما عندهاش ألم. ممكن تديني الكوباية دي؟ أوضة النوم. الكوباية الكبيرة. السفرة. أيوة تفضل. الملاية. ابنك في أنهي مدرسة؟ مش في المدرسة، هو لسه صغير. ليه؟ عنده كم سنة؟ عنده 3 سنين. درس 14. كنت فين؟ في ساعة جيبه. لا مفيش. بياع في لندن. في إزازة على الترابيزة. أيوة في. طالب في. عندك ألم يا ليلى؟ كبير. لا ما عنديش، لكن في ألم تحت الكتاب ده. عجبتك كلمات اسكندرية؟ عنده. اللوكاندا عندها. غالية؟ تديني. البحر حلو؟ اتفضل. الأكل طيب لذيذ؟ بس الجو لسه لطيف؟ ليه؟ في عجبك؟ عجبك كبير؟ الكتاب ده صغير؟ عجبتك؟ عجبتك رحلة امبارح؟ تحت على انهي عزومة؟ اللي الو نادية؟ مش ايوه انا نادية. مين الشنطة؟ انا ما شنط. السنة، السنين، النظارة، نظارات، السيجارة، سجاير، الولاعة، ولاعات، ترابيزة، ترابيزات، الكوباية، طيب كوبايات، الإزازة، أزايز، الساعة، ساعات، أعملوا إيه الخميس بالليل؟ طفاية، طفايات، الفلوس، طيب تعالوا علينا، المفتاح، مفاتيح، الألم، إقلام، كبريت، مع السلامة، الله يسلمك، الكتاب، كتب. أهلاً أهلاً يا حمدية. درس خمسة. انت فين؟ عند البقال. في كندا. مساء الخير. مساء النور. عندي هناك قديم. عايزة مربي الفراولة من فضلك. أصل أختي هناك. حاضر. وزورها. وعجبتك كندا؟ أيوة. وشاي. بلد جميلة. باكو ولا باكوين؟ باكو بس. وزيت. طيب. انت فين امبارح؟ إزازة زيت. كنت في البيت. وعندك سكر؟ أيوة. قلت عليكي ساعة. بكام الكيلو؟ غريبة. ب30 قرش. مش ممكن. ممكن تديني نص كيلو سكر؟ عشان كده عايزه حاجه ثانيه. انا عايزه بكره السكر. زبده. طيب. جبنه. مع السلامه. وعيش وبيض. كلمات تعالى بس كده. الحساب كام؟ على 5 جنيه و10 سعر. سمع. اتفضل 10 جنيه. اتفضلي الباقي. مع السلامه. معلش. قرش. جميل. قرشين. ساغ. لذيذ. علبة. لطيف. علبتين. باين. علب. الامتحان. باكو. باكوين. الجرس. باكوات. البياع. نبيت. الفني. إزازة. الخبير. إزازة نبيت. البلد. شاي. بلاد. باكو. باكو شاي. الأخت. سجاير. الرحلة. علبة. علبة سجاير. المغرب. كلمات. مساء الخير. مساء النور. بس كده. درس 15. حاضر. هسافر الأقصر. بكام؟ ولا اهلا الباكو. اهلا مش باين. باكوات. عامل ايه اليومين دول؟ الشاي. بشتغل في البنك زي ما انا وعندي اجازه الاسبوع الجاي وهسافر الأقصر. هايل. اللبن. تحب تروح معايا؟ يا ريت. البسكوت. هتسافر امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. هتروح بالطياره ولا بالقطر؟ الحساب. وهترجع امتى؟ النص. افتكر هرجع يوم 26. شاي. المشكلة ما معيش فلوس كفاية. العلبة. هتقعد فين؟ علب. لسه ما اعرفش انهي لوكاندا. حاجات. هشوف. المربى. هسأل وهرد عليك بكرة. الجبنة. الفراولة. تاني. تانية. انا اسف جدا. درس 6. في السوق. خسارة. المرة الجاية ان شاء الله. اتفضلي يا مدام.
عندك بصل النهاردة؟ أيوة أسئلة. والكيلو بكام؟ حشوف حالي. 15 قرش بس. ده غالي قوي. بلاش. ألو؟ وعندك قوطة كويسة؟ أهلاً يا أيوة عندي. مين طيب. حضرتك؟ الكيلو أنا ليلى. بـ8 أهلاً سنة. يا ليلى، إزيك؟ كويسة الحمد لله. نص كيلو. ألف شكر على حفلة امبارح. ممكن تجيب لي كانت ظريفة قوي. عشان حقيقي كانت ظريفة؟ طبعاً يا أيوة طبعاً. أفتكر أنا نسيت شنطتي على الترابيزة جنب التلفزيون. هي واحدة. البطيخة دي كام كيلو؟ 6 كيلو. والكيلو بكام؟ أيوة يا ليلى. لا غالي قوي مش عايز. ممكن تجيبيها لي بكرة طيب في النادي عشان خاطرك ب 10 سنين. طبعا. لا شكرا. بـ8. مع السلامة. طيب. ماشي. أسئلة. كلمات. أفتكر. عند الجزار. نسي. لحمة ضار. قدر. لحمة مفرومة. سافر. كبدة. رد. كندوز. رن. عايزة كم كيلو؟ اتغدى. بكام الكيلو؟ ظريف. كلمات. ان شاء الله. عشان خاطرك. يا ريت. ماشي. يا خسارة. مدام. بي. الحقيقة. تجيب لي. النهاردة. بلاش. الاجازة. عشان. اوي. اليومين دول. طبعا. درس 16. عملت ايه امبارح؟ يوم الجمعة اللي فاتت روبرت لبس هدومه وشرب قهوة وخرج من البيت بدري عشان الدنيا كانت حر. راح خان الخليلي اتفرج على المحلات وزار جامعة الازهر. ليمون. وبعدين خد تاكسي وقابل اصحابه في البلد. الساعة 6 ركب الاتوبيس ورجع البيت. تعبان خالص ونام على طول. بطاطس. امبارح كان يوم الجمعة واخر الشهر. الجرس ضرب الساعة 8. احنا طبعا كنا نايمين. خص. كان الزبال عاوز فلوسه. جوزي دفع له وقفل الباب. لكن بعد 10 دقايق الجرس ضرب تاني. وجوزي استعمل التليفون. المرة دي كان بتاع الجورنال. جوزي سأله الحساب كام؟ قال له 2.5 جنيه. جوزي قال له مش معقول، لازم في غلط. لكن في الاخر الولد كان عنده حق. جوزي دفع له الفلوس والولد اداله الوصل. بعد 10 دقايق الجرس ضرب تاني. كان المكواجي وبعدين البوسطجي. جه خلاص صحينا، مفيش نوم حتى يوم الاجازه. ايوه هنا البقال. حكايات. بعت لي نص كيلو جبنه بيضة. اول امبارح صحيت بدري قريت الجورنال ومشيت للشغل. ايوه طبعا. لكن نسيت شنطتي في البيت. مش ممكن على طول. رجعت البيت لكن لما فتحت الشقه لقيت مصيبه. نسيت اقفل الحنفيه في الحمام والميه غرقت الارض. طبعا قفلت الحنفيه على طول ونشفت الارض وخدت شنطتي ورحت الشغل. الساعه كام؟ كنت مشغوله قوي الشهر اللي فات. الساعه 3 وربع. عشان اخويا جه من لندن الساعه 7 وربع. جولي ضيوف من السعوديه الساعه 9 الا ربع. ومره واحده جت امي من كندا. كان البيت دوشه خالص. كلمات. اسئله لو سمحت. يا روبرت بعد رحت شوية. فين امبارح؟ خرجت امتى؟ زرت جامعة الازهر؟ الو نمت بدري ليه؟ دلوقتي يا منى. يا رحتي فين امبارح؟ مشغول. صحيتي الساعة كام؟ لازم. قريتي الاهرام النهاردة؟ الساعة. جيت مصر امتى؟ التليفون. ومراتك؟ الرب. والولاد؟ العنوان. كلمات. ابيض بيضة. دخل لبس خرج. درس 8 فتح. معاد مع أفل. الدكتور غرق. عيادة دكتور سنان. ارى ممكن نشف. تديني معاد مع الدكتور سامي. قابل اتفرج. يوم الحد الساعة 5 ممكن. في الاخر الدنيا حر مرة واحدة. يوم الاثنين مش معقول. يوم الاثنين الساعة 7 خلاص. كويس. عنده حق. مفيش قبل كده. الزبال. مفيش. البوسطجي. طيب. الجامعة. محمد حلوي. شكرا يا الاخ. مع السلامه. الارض. الجورنال. الو. الغلط. شركه النيل. بتاع الجورنال. انت مكلم المدير من فضلك. الام. اسف المدير مش في مكتبه. الراحه. الحنفيه. ممكن تديني ميعاد بكره الصبح. المصيبه. ايوه في نفس الوقت. بكره الساعه 10 كويس. ايوه درس 17 عند الميكانيكي. شكرا يا فندم مع السلامه. عندك عربيه يا سلوى؟ ايوه عندي. ممكن توصليني؟ طبعا. لكن فين ممنوع الوقوف هنا. عطلع لازم تمشي على طول. تعرفي ميكانيكي كويس؟ انا اسفه دي واحده. وصليني عنده. جوزي جاي حالك. يلا بينا. صباح الخير يا باشمهندس. ساعة كام؟
صباح النور يا فندم. الساعة عربيتي عطلانة، ممكن تصلحها لي من الساعة واحدة إلا تل. ممكن تجيبيها على طول؟ الساعة أربعة وخمس دقايق. لا، أصلا ما بتدورش. ممكن تيجي معنا؟ الساعة اتنين ونص إلا خمس. مصطفى، أنا خارج وراجع حالا. بعد الظهر؟ أسئلة. مساء الخير. الساعة كام دلوقتي؟ العربية الساعة 12. لسه شوية، ممكن ترجعي بعد نص ساعة. لازم أمشي على طول. أيوه ممكن. نفيسة رجعت بعد نص ساعة. الساعة كام دلوقتي؟ العربية خلصت دلوقتي؟ ايوه يا فندم. لسه بدري. الحساب كام من فضلك؟ 3 جنيه مصنعية و7 جنيه قطع غيار. اتفضل. جه كلم عند الجزمجي. الا صباح الخير يا استاذ. امتى؟ صباح النور يا مدام. قبل كده جزمتي مقطوعة. حالا. ممكن تصلحها لي؟ بدري. هناية. هتخلصها لي امتى؟ يا فندم ان شاء الله. مش بعد ممكن كمان ساعة؟ لا، الميعاد. طيب المدير. اليوم. أسئلة. الجوز. العربية خلصت؟ الشهر. أيوة خلصت. شهور. عندك عيش؟ لا. أسابيع. العيش خلص. العسكري. كلمات. الصبح. خلص. دكتور السنان. وصل. المكتب. صلح. مكان. يدور. الوقوف. الجزمجي. الميكانيكي. ممنوع. السباك. المصنعية. الشركة. سيفون. النتيجة. السخان. الدقيقة. الكرسي. الممرضة. قطع الغيار. الجزمة. من عناية. درس 9. لسه شوية. في المطعم. الترابيزة دي كويسة؟ ايوه كويسة. يلا بينا. اتفضلوا. عطلان. ايه طبق اليوم النهاردة؟ مكسور. فراخ. مقطوع. فاصوليا. خسران. يا منى، انت عايزة فراخ؟ يعني. درس 18. ما جيتش ليه؟ في ملوخية وفي سكالوب. استاذ حمدي موجود؟ انا عايز اسكالوب. لا مش موجود دلوقتي. طيب وانا عاوز نص فرخاله وازازه بيره لو سمحت. انا محمود. زين بيره مصري ولا مستورده؟ ممكن تقولي له اني كنت مستني مكتبي للساعه 7 ومروح دلوقتي. حاجه ثانيه؟ ايوه يا رايل، اني مسافر لندن. الكوبايه دي مش نظيف. المكتب هيكون مقفول. زعلش. وضروري تجي لي يوم الثلاث بعد الظهر. وعاوزين ميه ساعه كمان. الف شكر، مع السلامه. لكن يوم الثلاث حمدي ما جاش. بقى اخبارك ايه؟ يوم الاربعاء كويسه. اهلا يا حمدي، ازيك؟ طيب استنيتك امبارح لمكتبي، ما جيتش ليه؟ اتفضلوا. انا متاسف. والسكالوب. انا كنت جاي لكن ما قدرتش، استمراتي ولدت. السكالوب ده صغير قوي. جابت ايه؟ الفراخ دي كبيره. ولد ولا بنت؟ عندي فكره. ولد. هايله. واصل ما كانش في حد معاها وما قدرتش اسيبها. لو سمحت انا لازم اشوفك النهارده. مش ممكن اجي دلوقتي. اسئله. لان جاي لي ضيوف. الطبق ده مش نظيف. ممكن تتفضل عندنا؟ ممكن تغيره؟ هحاول. الكوبايه دي مش نظيفه. انا مشغول قوي. ممكن تغيرها؟ مع السلامه يا محمود، هشوفك بكره ان شاء الله. الشوكه. المعلقه. السكينه. ما جيتيش ليه امبارح الصبح؟ متاسفه، حاولت اجي غير. لكن ما قدرتش الاقي تاكسي. خد. كنت عيانه. زعل. واحده صاحبتي جايه من لندن. يا سلام. كان خسران. ما تزعلش. جه يصلحه. يعني ابني كان عيان وخدته للدكتور كمان. بقى. العربية كانت عطلانة ورحت أصلحها عند الميكانيكي. كان عندي مشوار مهم جدا. خضرة. سقعة. جعان. مستني. مستورة. موجود. هاي. مقفول. الطبق. مروح. الأكل. مسافر. الجرسون. مشغول. الكباب. كلمات. السمك. اللحمة. حاول. الفليه. ساب. القهوة. ولد. الرسالة. الخبر. البنت. اخبار. بنات. السلطة. الالف. المية. مهم. الشوربة. الليلادي ضروري لان ان. درس 10. مالك يا عادل؟ درس 19. انا متضايق. خان الخليلي. عشان انا مدرس وبروح كل يوم المدرسة. نور. بشتغل من الساعة 8 للساعة 3. برجع للاتوبيس الساعة 4. باكل على طول وبنام. أهو. كل يوم كده. واحد اعمل ايه بقى؟ ايوه ده كويس قوي. وانا نفس الحكايه. بكم من فضلك؟ بخمسة عشان جنيه. انا ست بيت. لا ده غالي قوي. بقعد كل يوم في البيت. طيب 3.5 عشان خاطر بنضف وبطبخ. منى كل يوم. ايه رايك في الجلابيه الزرقاء دي؟ لا الازرق ما بيليقليش. وانا كمان متضايق يا استاذ عشان انا موظف. ايوه وبروح كل يوم المكتب. ممكن اقيسها؟ بشتغل من الساعه 8 للساعه 2:30. في واحده اطول. برجع بالمترو الساعه 3. اتفضلي بس يوم تاني. وبنام. طيب كل يوم كده كويسه. اعمل ايه بقى؟ 7 جنيه. اتفضل. لكن انا مبسوطه قوي. والصينيه اللي حاسس دي بكام؟ الكرسي ولا كل يوم الجامعه من غير اذاكر ب 9 جنيه اشوف اصحابي. لا كتير. كل يوم حاجه كتير. والعلبه الصدف دي بكام؟ ب 6 جنيه. شغلها نضيف قوي.
بس أنا أسئلة. معي 5 جنيه بس ينفع؟ عادل بيعمل غسيل اليوم. مبروك عليك. بيشتغل في مدرسة. الجلابية دي حلوة أوي. بيشتغل أوي. إيه؟ جبتيها منين؟ من خالي خليلي. بيرجع إزاي؟ 7 جنيه. بياكل طيب؟ الساعة يعني كام؟ يعني مش بطال. لايق عليكي أوي. مبروك. ونعيمة بتعمل إيه؟ بتشتغل في البيت. أسئلة. لكن عزة ما بتشتغلش. عندك واحد أضيق؟ الجلابية دي قصيرة شوية. كلمات. في واحدة أطول؟ عمل. كلمات. راح. آس. نام. لا. كل. نفع. غسل. ايه رأيك؟ قعد. كتير. نظف. اهو. طبخ. مبروك. ذاكر. مش بطال. شاف. رجع. ازرق. اشتغل. زرق. احمر. كل يوم. حمرة. مالك. اسود. سودة. نفس الحكاية. اللون. متضايق. الوان. الخاتم. مبسوط. الصينية. الحكاية. فضة. الجامعة. نحاس. 6 بيت. واسع. الهدوم. ضيق. الصاحب. أضيق. أصحاب. قصير. أقصر. الطالب. طويل. أطول. الموظف. درس 20. درس 11. عند السمسار. الحفلة. ماري وصلت مصر من أمريكا وهتقعد سنة في مصر. روبرت دلوقتي نازله في لوكاندا بس الطيران. اللوكاندا غاليه وعايزه تدور على شقه مفروشه. حضرتك بتشتغل في مصر؟ صباح الخير. ايوه بشتغل مدرس. صباح النور. انا بدور على شقه فين؟ مفروشه في مدرسه مصر الجديده. لا في المعهد. حضرتك عاوزه شقه قد ايه؟ تتكلم عربي كويس. شقه كبيره بجنينه. لا مش كويس. يعني عايزه كام اوضه؟ بقالك قد ايه؟ اوضتين نوم وصاله تقريبا سنه وصالون وبلكونات طبعا. ايوه عندي طلب. احب مصر قوي. ممتازه. هتعجبك قوي. لا لسه. اتفضلي معايا وريها لي. ماجده مراتي استاذه في جامعه القاهره. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيك. الشقه دي كويسه. انترفيوها كام؟ 80 جنيه في الشهر. حاسب في شركه بترول. ادفع ازاي؟ شهر دكتور في مستشفى ودفع الايجار اول كل شهر. سكرتيره في المعهد الالماني. ممكن تديني صوره من العقد اوريها لك. مهندس في شركه. أيوة مصريه. الكهرباء في شركه امريكانيه. كله عليكي. اسم؟ هرد عليك بعد. ساكن فين؟ هستنى ردك. مع السلامة. منين؟ الحادثة. شغل كويس؟ ما وقفتش ليه؟ عشان اشارتي صفر. انا اشارتي كانت خاطئة وانت اللي كسرت الاشارة. لا اتكلم عربي واشارتك صفر وخبطت. ايوه فيه. طب اروح اتكلم شوية عربي. اسف تكلمي فرنساوي؟ نسيت اوراقي ومحفظتي في البيت. لا ما بتكلمش. كويس قوي. سايقة من غير رخصة كمان؟ ممكن اتكلم في التليفون عشان يبعتوها لي؟ اتفضلوا معايا. بقالك قد ايه في مصر؟ بقالي 3 شهور. كلمات. بقالي 6 شهور. كسر. بقالي 4 ايام. وصل. ورق. لو سمحت. ايوه. خبر. اي خدمة؟ سام. فضلك ممكن تقول له انا عايز تذكرة؟ اصفر. تسأله قطر اسكندرية على انهي رصيد؟ ممتاز. كله. على. يظهر. كلمات. من غير. حب. يا سادة. سأل. التأمين. اي خدمة؟ الايجار. بقالك. طلب. قد ايه؟ السمسار. تقريبا. العقد. حضرتك. المحامي. الرد. الترزي. الاسم. النجار. الجنينة. البواب. الصالة. ضابط جيش. الصالون. الاستاذ. البلكونة. المحاسب. الصورة. الشغل. الكهرباء. القطر. الاشارة. الرصيف. الرخصة. المكواجي. رخص. الشغالة. الحفلة. المرأة. مراتي. المستشفى. التذكرة. المحطة. متجوز. فرنساوي. ألماني. كلمات. طلع. بتاع. كفاية. فاضي. مفروش. في حاجة؟ الباسبور. الاستقبال. المساء. الحمام. الصابون. الفطار. التاريخ. السرير. الرقم. العفش.
الصالون، المطبخ، السخان، الشقة، الأوضة، أوضة النوم، أوضة السفرة، الملاية، الجنسية، المهنة، الدوشة. درس 12. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا اهلا، اتفضلوا، اتفضلي سجارة. شكرا يا محسن، ما بشربش. شكرا يا محسن. ازيك يا مها، وحشتيني. وانتي كمان. انتي فين؟ كنت تعبانة شوية. سلامتك. الله يسلمك. ازيك انت يا ماهر، كنت فين؟ كنت في انجلترا. انبسطت؟ طبعا انبسطت قوي، لكن الجو كان وحش. وازاي الشغل؟ الشغل كتير قوي زي ما انت عارف. وازاي الولاد يا مها؟ كويسين الحمد لله. تحبي تشربي ايه؟ حاجة سخنة ولا حاجة ساعة؟ حاجة ساعة من فضلك. وانت يا ماهر تحب تشرب ايه؟ شاي من فضلك. وتحبوا تاكلوا سندويتشات ولا كيك؟ شكرا انا لسه واكلة، لكن انا جعان شوية، كيك من فضلك. عن اذنكم دقيقة واحدة. اسئلة. فريد بيحب التلفزيون؟ لا ما بيحبش التلفزيون. بيحب يركب خيل؟ لا ما بيحبش يركب خيل. منى بتحب المزيكا؟ ايوة بتحب المزيكا. بتحب تلعب تنس؟ ايوة بتحب تلعب تنس. عزومة. الو الو فتحي، تحب تروح السينما النهاردة؟ ايوة ليه لا، تحب تشوف اني فيلم؟ في فيلم حلو في سينما روكسي. طيب تيجي البيت الساعة 5 كويس؟ ايوة مع السلامة. كلمات. كان، شرب، لعب، ركب، انبسط، وحشتيني، سلامتك، انت فين، حلو، سخن، تعبان، وحش، زي ما انت، لسه واكل، عن اذنك، ليه لا، التلفزيون، الكيك، الولد، ولاد، الجو، البحر، المزيكا، العزومة. درس 13. في اللوكاندا، الاستقبال. مساء الخير. مساء النور. عندك اوضه فاضيه؟ بسرير ولا سريرين؟ سريرين وحمام من فضلك. ايوه في يا فندم. بكام الليله؟ بخمسة جنيه. حضرتك عايز كام ليله؟ ليلتين. طيب ممكن الباسبور بتاعك وبتاع المدام؟ اتفضل. يا محمد خد شنطه الاستاذ وطلعها لنمره 3. لكن بعدين؟ من فضلك الاوضه بتاعتنا مش كويسه، عايزين اوضه ثانيه. ليه في حاجه؟ ايوه الاوضه مش على البحر. انا اسف لكن مفيش اوضه فاضيه على البحر، والاوضه فيها دوشه قوي ومفيش ميه سخنه والنور ما بيشتغلش. دقيقه واحده يمكن في اوضه ثانيه. اتفضل. الروم سيرفيس. هنا اوضه 3. ايوه يا فندم. عايزين فطار لو سمحت. قهوة ولا شاي؟ قهوة فرنساوي. وبيض ولا جبنة بيضة؟ بيض من فضلك. وعايزين فطار امتى؟ الساعة 8. اسئلة. الشقة المفروشة الجديدة. الشقة ما فيهاش حاجات كتير. قط النوم ما فيهاش ملايات. قط السفرة ما فيهاش كراسي كفاية. الصالون ما فيهوش عفش كفايه. المطبخ ما فيهوش بوتاجاز. الحمام ما فيهوش سخان. الباسبور بتاعي، الصابون بتاعه، الاوضه بتاعتي، الاوضه بتاعتكم. كلمات. طلع، بتاع،
كفاية فاضي مفروش في حاجة؟ الباسبور الاستقبال المساء الحمام الصابون الفطار التاريخ السرير الرقم العفش الصالون المطبخ السخان الشقة الأوضة أوضة النوم أوضة السفرة الملاية الجنسية المهنة الدوشة. درس 14. كنت فين في 1970؟ بياع في لندن، فني في تونس، طالب في باريس، خبير في المغرب. أسئلة: عجبتك رحلة اسكندرية؟ اللوكاندا غالية؟ البحر حلو؟ الأكل لذيذ؟ الجو لطيف؟ عجبك عجبك الكتاب ده؟ عجبتك عجبتك رحلة امبارح؟ عزومة. ألو نادية؟ أيوة أنا نادية. مين بيتكلم؟ أنا مها. إزايك يا نادية؟ كويسة الحمد لله. أنتوا فين من زمان مش باينين؟ إحنا كنا مشغولين قوي. في إيه؟ جوزي كان عنده شغل والولاد كان عندهم امتحانات. طيب احنا عايزين نشوفكم، وحشتونا قوي. انتوا كمان وحشتونا. هتعملوا ايه الخميس بالليل؟ ولا حاجة، احنا فاضيين. طيب تعالوا عندنا زورونا. نيجي الساعة كام؟ بعد 8. كويس كويس قوي. مع السلامة. الله يسلمك. اهلا اهلا يا حمدية، ازيك؟ انت فين؟ كنت في كندا. يا بختك. قعدتي هناك قد ايه؟ شهرين. اصل اختي هناك وكنت بزورها. وعجبتك كندا؟ ايوه البلد جميلة بس برد قوي. كنت فين امبارح الصبح؟ كنت في البيت. ازاي؟ انا فوت عليكي الساعة 10. غريبة، انا كنت في البيت. مش ممكن. لازم كنت في الحمام. عشان كده ما سمعتيش الجرس. معلش، ما تيجي بكرة الصبح. طيب مع السلامة. كلمات: تعالى، زار، فات، على، سمع، عجب، أصل، امبارح، معلش، جميل، برد، غريب، لذيذ، لطيف، باين، الامتحان، الجرس، البياع، الفني، الخبير، البلد، بلاد، الأخت، الرحلة، تونس، المغرب. درس 15. حسافر الأقصر. أهلا أهلا، مش باين من زمان. عامل ايه اليومين دول؟ بشتغل في البنك زي ما انا، وعندي اجازه الاسبوع الجاي وحسافر الاقصر. هايل، تحب تروح معايا؟ يا ريت. هتسافر امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. هتروح بالطياره ولا بالقطر؟ بالقطر. وهترجع امتى؟ افتكر هرجع يوم 26. المشكله ما معيش فلوس كفايه. هتقعد فين؟ لسه ما اعرفش انهي لوكاندا فاضيه. هشوف، هسأل وحرد عليك بكرة. ترن ترن. يا إبراهيم أنا آسف جدا، مش هقدر أروح معاك. يا خسارة، المرة الجاية إن شاء الله. أسئلة: هشوفها لك، تجيبيها لي. ألو ألو، أهلا يا ميرفت. مين حضرتك؟ أنا ليلى. أهلا يا ليلى، إزيك؟ كويسة الحمد لله. ألف شكر على حفلة امبارح، كانت ظريفة قوي. حقيقي كانت ظريفة؟ أيوة طبعا. أفتكر أنا نسيت شنطتي على الترابيزة جنب التلفزيون. دقيقة واحدة هشوفها لك.
أيوة يا نايلة لقيتها. ممكن تجيبيها لي بكرة في النادي من فضلك؟ طبعا. شكرا، مع السلامة. كلمات: أفتكر، نسي، قدر، لقى، سافر، رد، رن، اشترى، اتغدى، ظريف، ان شاء الله، يا ريت، يا خسارة، الحقيقة، المرة، الاجازة، اليومين دول. درس 16. عملت ايه امبارح؟ يوم الجمعة اللي فاتت روبرت لبس هدومه وشرب قهوة وخرج من البيت بدري عشان الدنيا كانت حر. راح خان الخليلي واتفرج على المحلات وزار جامعة الازهر، وبعدين خد تاكسي وقابل اصحابه في البلد. الساعة 6 ركب الاتوبيس ورجع البيت، كان تعبان خالص ونام على طول. امبارح كان يوم الجمعة واخر الشهر، الجرس ضرب الساعة 8. احنا طبعا كنا نايمين، كان الزبال عاوز فلوسه، جوزي دفع له وقفل الباب، لكن بعد 10 دقايق الجرس ضرب تاني وجوزي فتح الباب. المرة دي كان بتاع الجورنال. جوزي سأله الحساب كام، قال له 2.5 جنيه. جوزي قال له مش معقول، لازم في غلط، لكن في الاخر الولد كان عنده حق، جوزي دفع له الفلوس والولد اداله الوصل. بعد 10 دقايق الجرس ضرب تاني، كان المكواجي وبعدين البسطاجي. جه خلاص صحينا، مفيش نوم حتى يوم الاجازة. حكايات: اول امبارح صحيت بدري، قريت الجورنال ومشيت للشغل، لكن نسيت شنطتي في البيت. رجعت البيت لكن لما فتحت الشقة لقيت مصيبة، نسيت اقفل الحنفية في الحمام والمية غرقت الارض. طبعا قفلت الحنفية على طول ونشفت الارض وخدت شنطتي ورحت الشغل. كنت مشغولة قوي الشهر اللي فات. ليه؟ عشان اخويا جه من لندن، وفي نفس الوقت جولي ضيوف من اسكندرية، ومرة واحدة جت امي من كندا، كان البيت دوشة خالص. اسئلة: يا روبرت رحت فين امبارح؟ خرجت امتى؟ زرت جامعة الازهر؟ نمت بدري ليه؟ يا منى رحتي فين امبارح؟ صحيتي الساعة كام؟ قريتي الاهرام النهاردة؟ جيت مصر امتى؟ ومراتك والولاد؟ كلمات: دخل، لبس، خرج، فتح، قفل، غرق، صحي، أرى، نشف، قابل، اتفرج، حتى، في الآخر، الدنيا حر، مرة واحدة، مش معقول، خلاص، عنده حق، الزبال، البسطجي، الجامعة، المحل، الأخ، الأرض، الجورنال، الغلط، بتاع الجورنال، الأم، الراحة، الحنفية، المصيبة، في نفس الوقت. درس 17 عند الميكانيكي. عندك عربية يا سلوى؟ أيوة عندي. ممكن توصليني؟ طبعا، لكن فين عربيتك؟ عطلانة. تعرفي ميكانيكي كويس؟ أيوة. ممكن توصليني عنده؟ تحت أمرك، يلا بينا. صباح الخير يا باش مهندس. صباح النور يا فندم. عربيتي عطلانة، ممكن تصلحها لي من فضلك؟ طبعا، ممكن تجيبيها على طول؟ لا، أصلها ما بتدورش، ممكن تيجي معنا؟ دقيقة واحدة يا مصطفى، أنا خارج وراجع حالا. بعد الظهر. مساء الخير. مساء النور. العربية خلصت؟ لسه شوية، ممكن ترجعي بعد نص ساعة؟ ايوه ممكن. نفيسة رجعت بعد نص ساعة. العربية خلصت دلوقتي؟ ايوه يا فندم. الحساب كام من فضلك؟ 3 جنيه مصنعية و7 جنيه قطع غيار. اتفضل.
عند الجزمجي. صباح الخير يا وسطى. صباح النور يا مدام. جزمتي مقطوعة، ممكن تصلحها لي؟ من عناية. هتخلصها لي امتى؟ بعد الظهر ان شاء الله. مش ممكن كمان ساعة؟ لا مش حاضر. طيب بعد الظهر. اسئلة، العربية خلصت؟ ايوة خلصت. عندك عيش؟ لا العيش خلص. كلمات: خلص، وصل، صلح، يدور، الجزمجي، الميكانيكي، السباك، المصنعية، السيفون، السخان، الكرسي، قطع الغيار، الجزمة، من عناية، لسه شوية، تحت أمرك، يلا بينا، عطلان، مكسور، مقطوع، خسران. درس 18، ما جيتش ليه؟ أستاذ حمدي موجود؟ لا مش موجود دلوقتي. طيب ممكن أسيب له رسالة؟ طبعا يا فندم. أنا محمود، ممكن تقولي له أني كنت مستنيه في مكتبي للساعة 7 ومروح دلوقتي؟ حاجة تانية؟ أيوة، قولي له أني مسافر لندن الليلة دي والمكتب حيكون مقفول وضروري يجي لي يوم الثلاث بعد الظهر. حاضر يا فندم. ألف شكر، مع السلامة. لكن يوم الثلاث حمدي ما جاش. يوم الأربع. أهلا يا حمدي، إزيك؟ أنا استنيتك امبارح في مكتبي، ما جيتش ليه؟ أنا متأسف، أنا كنت جاي لكن ما قدرتش، أصل مراتي ولدت. ألف مبروك. جابت إيه؟ ولد ولا بنت؟ ولد، وأصل ما كانش في حد معاها وما قدرتش أسيبها. لو سمحت أنا لازم أشوفك النهاردة. مش ممكن أجي دلوقتي لأن جاي لي ضيوف في البيت. ممكن تتفضل عندنا؟ هحاول لكن أنا مشغول قوي. مع السلامة. مع السلامة يا محمود، هشوفك بكرة إن شاء الله. أسباب، ما جيتيش ليه امبارح الصبح؟ متأسفة، حاولت أجي لكن ما قدرتش ألاقي تاكسي، كنت عيانة. واحدة صاحبتي جت من لندن، السخان كان خسران والسباك جاي صلحه، ابني كان عيان وخدته للدكتور، العربية كانت عطلانة ورحت أصلحها عند الميكانيكي، كان عندي مشوار مهم جدا. مستني، موجود، مقفول، مروح، مسافر، مشغول. كلمات: روح، حاول، ساب، ولد، الرسالة، البنت، بنات، الألف، المشوار، مهم، الليلادي، ضروري، لأن، إن. درس 19، في خان الخليلي. صباح الخير. صباح النور. عندك خواتم فضة؟ أيوة اتفضلي. الخاتم ده واسع قوي، عندك واحد أضيق؟ أهو واحد أضيق. أيوة ده كويس قوي، بكم من فضلك؟ بخمسة جنيه. لا ده غالي قوي، 3 جنيه كفاية. طيب 3.5 عشان خاطرك. منى، إيه رأيك في الجلابية الزرقاء دي؟ لا الأزرق ما بيليقليش. يا أستاذ عندك واحدة حمراء؟ أيوة اتفضلي. ممكن أقيسها؟ أيوة. دي قصيرة شوية، في واحدة أطول؟ أيوة اتفضلي بس لون تاني. طيب السودة دي كويسة، عايز كام؟ 7 جنيه. اتفضل. والصينية النحاس دي بكام؟ بكرسي ولا من غير؟ من غير. ب9 جنيه. لا كتير. والعلبة الصدف دي بكام؟ ب6 جنيه. شغلها نضيف قوي، بس أنا معايا 5 جنيه بس، ينفع؟ طيب يا ستي مبروك عليك. الجلابية دي حلوة قوي، اشتريتيها منين؟ من خان خليلي. جبتيها بكام؟ ب7 جنيه. كويس؟ يعني مش بطال، لايقة عليكي قوي، مبروك. أسئلة: الخاتم ده واسع قوي، عندك واحد أضيق؟ الجلابية دي قصيرة شوية، في واحدة أطول؟ كلمات: آس، لا، نفع، ايه رأيك؟
كتير اهو مبروك مش بطال. ازرق زرقة احمر حمرة اسود سودة اللون الوان الخاتم خواتم الصينية فضة نحاس واسع اوسع ضيق اضيق قصير اقصر طويل اطول. درس 20 عند السمسار. ماري وصلت مصر من امريكا وهتقعد سنة في مصر. دلوقتي نازلة في لوكندا، بس اللوكندا غالية وعايزة تدور على شقة مفروشة. صباح الخير. صباح النور. انا بدور على شقة مفروشة في مصر الجديدة. حضرتك عاوزة شقة قد ايه؟ شقة كبيرة بجنينة. يعني عايزة كام اوضة؟ اوضتين نوم وصالة وسفرة صالون وبالكونات طبعا. انا عندي طلبك، شقة ممتازة هتعجبك قوي، اتفضلي معايا وريها لك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الشقة دي كويسة، ايجارها كام؟ 80 جنيه في الشهر. وادفع ازاي؟ شهر تأمين وتدفع الايجار اول كل شهر. طيب ممكن تديني صورة من العقد اوريها للمحامي؟ ايوه طبعا. الكهرباء والمية والبواب على مين؟ كله عليكي. هرد عليك بعد يومين. هستنى ردك. مع السلامة. الحادثة. ما وقفتش ليه؟ عشان اشارتي كانت صفر. انا اشارتي كانت خضرة وانت اللي كسرت الاشارة. لا انت طلعتي واشارتك صفر وخبطتي فيا. طب ارخص يا سادة. اسفة، يظهر نسيت اوراقي ومحفظتي في البيت. كويس قوي. سايقة من غير رخصة كمان؟ ممكن اتكلم في التليفون علشان يبعتوها لي؟ اتفضلوا معايا على الاسم. كلمات: كسر، دور، وصل، ورى، خبط، ساء، وقف، اصفر، صفرة، ممتاز، كله، على، يظهر، من غير، يا سادة، التأمين، الإيجار، الطلب، السمسار، العقد، المحامي، الرد، الاسم، الجنينة، الصالة، الصالون، البلكونة، الصورة، الكهرباء، الإشارة، الرخصة، رخص.